أيها الحضور المهيب، كل حسب منصبه وموقعه وشخصه الكريم، كنا قديماً متعايشين، واليوم صار الأغلب أعداء. نتساءل لما تغيرت النفوس؟ نحن اليوم نحتاج إلى صقل تعايش جديد، نحتاج اليوم لإعادة هذا الكنز الذي نفقده كل يوم في وطننا المتعب الجريح. افتقارنا إلى المساواة والعدل والحرية وحرية التعبير عن الرأي والفكر واحترام القانون، نفتقر اليوم أيها السيدات والسادة إلى كل هذه الأمور. فدعونا نبدأ من هنا، ندير ملف التعايش السلمي الأخوي. دعونا نتسامح، نعفو، نميز الأمور عن بعضها، نحدد نقاط الضعف في أنفسنا، نستقل في قراراتنا دون الحاجة إلى دول وأصدقاء، إلا لمن نراه صديق. نطبق مبادئ الضمير الإنساني من أجل نينوى ومن أجل العراق بشكل عام، من أجل العدل، من أجل الحفاظ على تراث الموصل العريق. دعونا نعمر، نبني من جديد. دعونا نحرر أنفسنا من قيود العبودية البشرية قبل أن نحرر المدن من سطوة الجهل والظلام والتخلف. نحرر ولا ندمر. دعونا نعمل بمبادئ السماء التي جعلتنا خلفاء على هذه الأرض، نعمرها لا ندمرها. أخواتي وإخوتي الأعزاء، لنكن جريئين وشجعان في تحمل أعباء هذه المرحلة، ولنتقبل بعضنا على اختلاف الآراء، لنعمل على تضميد الجراح ولا نكيل بمكيالين مختلفين حتى لا تبخس أقدار الناس ومصائرهم. اليوم اجتمعنا لنبرهن للعالم أجمع بأننا مجتمع متمدن أكبر من أي خلاف وأكبر من أي خلاف مجتمعي، مجتمع لا تفرقنا أي أجندات من قريب أو من بعيد. نحن مجتمعات تعيش في عاصمة واحدة، وهي عاصمة الحب، عاصمة التعايش السلمي والتسامح الأخوي. كرداً، عرباً، سنة، شيعة، مسيحيين، أيزيديين، شبكاً، صابئةً، مندائيين وغيرهم من أطياف العراق الجميل الجريح. أيها الإخوة، نبدأ الآن بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا الأبرار في هذا العراق الجريح. تفضلوا. شكراً. يتفضل الآن السيد حق الحيالي لترتيل بعض من سور الكتاب الكريم. أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا
فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا صدق الله العظيم. ازرع بذور الخير بين البشر فأنت مؤمن، سع امل أفقا لترتفع ليسمو جنس أمتك وتخلق أرضا مؤمن، صر عمادا للبيت الصامد لنين والحدباء لموصل الحدباء مؤمن، وحينئذ سنقر بأنك وطني مؤمن. سيدتي وسادتي، كلمة الافتتاح للشيخ سعيد الجبوري عن المجلس الموحد لعشائر العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الأكارم المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن عشائر نينوى بكافة قومياتها وأديانها ومذابها لم يكن لها ذنب وليس لها ميلات وتبعات من سفك للدماء وانتهاك للحرمات وسلب للأموال والممتلكات، هي بفعل التوجيهات السياسية المتصارعة في الحكومة المركزية. وإن عكست هذه الخلافات على باقي المحافظات ومنها نينوى، مما أدى إلى تسليمها لعدو الإنسانية داعش، وهذا ما أثبتته التحقيقات التي جرت بعد احتلال الموصل. ومما يؤسف له أن من يقع عليه الذنب الأعظم هو المالكي، لأنه هو رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وداخلية آنذاك، وفي الوقت الذي كان ينبغي عليه هو والقادة العسكريين آنذاك
أن يحافظ على جميع العراقيين أرضاً وشعباً دون تفريق أو تمييز بين فئة وأخرى، ومحافظة وأخرى. لكن حدث الذي حدث، نحن اليوم غنيمتنا من هذه المصيبة عرفتنا من هو الذي يرعى شعبه ويؤمنه في الملمات كما فعل السيد الرئيس رئيس الإقليم مسعود البرزاني جزاه الله خيراً. في إيوائه الملايين من النازحين، ومن هو الذي سلم المناطق لداعش وجعل ملايين النازحين بلا مأوى ولا مستقبل؟ إذن لنتذكر جميعاً ما جرى علينا في هذه السنين العجاف التي مرت، ولا ننسى من أساء لشعبه وهو الحاكم الأول، ولن ننسى من فتح قلبه وصدره وذراعيه قبل من قبل سيطرته أو سيطراته للنازحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للمجلس الموحد لعشائر العراق وهذا التجمع الجماهيري. أقرئكم السلام وقلبي بالسلام مفعم، إن أردتم بي شراً بأعماق الخير أعمم. لا تبنى الأوطان دون حب، فكسر الأرواح لا يرمم. أيها الإنسان الراحل، حتماً يوم الحشر لن تنفعك الفلل، لن يغنيك الدولار ولا الدرهم. فاكنز عند رب الكون ووفر، فهو الخلود الذي لا يعدم. كلمة الحزب الديمقراطي الكردستاني يلقيها السيد عصمت رجب مسؤول الفرع 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل وراعي وسفير السلام في نينوى. تفضل أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكرام، بداية يسعدني أن أكون بينكم اليوم في هذا المؤتمر الذي يحمل عنوانا جميلا وحقيقيا. نعم، إن نينوى وأهلها في قلوبنا جميعا، وهي في قلب كل وطني مخلص يحب أهله وناسه. وقد تبين هذا بعد أن غدرتها العصابات الإجرامية من خارج الحدود، وكان لنا وقفة تجاهها من خلال استقبال نازحيها ومساعدتهم ومساندتهم في إقليم كردستان بتوجيهات سيادة الرئيس مسعود البارزاني، كما تحرير مساحات واسعة من أراضيها بسواعد البيشمركة الأبطال وإعادة أهلها وتوفير ما تمكنا من خدمات برغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها الإقليم. فإننا في إقليم كردستان وفي الحزب الديمقراطي الكردستاني نشكر القائمين على هذا المؤتمر ونشد على أيديهم كوننا نبحث فيه وضع محافظة نينوى هي فعلاً في قلوبنا لتحريرها وإنقاذها من العصابات الإجرامية البعيدة كل البعد عن جميع الشرائح، شرائح السماوية والدنيوية، كما نبحث وضعنا ما بعد التخلص من هذا
هذه العصابات وكيفية إبعاد أبنائنا في الموصل عن هذا الفكر الإجرامي المتطرف، فإذا كانت داعش قد حطمت آثار ومساجد وكنائس نينوى لتطمس حضارتها، فإن الإنسان الذي نتحدث عنه في الموصل وجئنا لتحريره قادر على أن يبني نينوى من جديد ويعمر ما خربته هذه العصابات الإجرامية التي استخلفت بالدماء والحرمات وشوهت الإسلام دين المحبة والسلام والتسامح. لذلك نناشد أبنائنا داخل مدينة الموصل أن يستعدوا وينتفضوا معنا، فقد اقتربت وقت الخلاص، وقد قررت قوات البيشمركة البطلة والحشود الوطنية والجماهيرية والجيش والشرطة التخلص من داعش، والموصل اليوم أقرب من أي وقت مضى للخلاص من ظلم وجور وبطش داعش الإرهابي. وإن العالم ينظر إلى انتصارات هذه القوات البطلة وتضحياتها وبسالتها باحترام وتقدير وإعجاب، وبنفس المهمة يتقدمون اليوم باتجاه تحرير إخوتهم في الموصل ومحافظة نينوى، ويضحون بأرواحهم دفاعاً عن الإنسان المضطهد والمظلوم. فإننا نوصي أهلنا في الموصل أن تتعاونوا مع من يحررهم كما تعاون إخوتهم في المدن الأخرى قبلهم، وأن ينتفضوا معاً ضد العصابات الشر والظلام بجميع الوسائل. إن كل إن كان بإبلاغ عنهم أو حمل السلاح ضدهم، وأي وسيلة يساعدون بها قوات التحرير لتنقذهم من هذا الظلم. لنتعاون ونعيد الحياة والخدمات والاستقرار إلى مدينة الموصل وسهل نينوى ومناطق غرب دجلة، وننشر السلام والمحبة والتسامح بين جميع، ولن يكون للمجرمين مكانا بيننا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للأستاذ عصمت رجب، مسؤول الفرع 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل. أيها الطيبون، أيها الطيبون، يا من يهمكم الاستقرار والعيش المشترك، نستحلفكم بالذي أنفسنا بيده بمقدر الأقدار والأرزاق، نترجاكم من قلوب تحبكم دون استثناء أن تتحدوا، أن تنسوا كل خلاف، وتعملوا معاً من أجل أن تتحرر الموصل وتستقر وتتعايش كسابق عهدها قبل الأسر، ومن أجل أن تتحرر نفوس أمارة بالسوء إلى هدي نفوس مطمئنة. يتفضل الأستاذ المستشار أسعد سعدي حمدي لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم كلاً لإسمه ومقامه، تحية إجلال وإكبار لفخامة رئيس إقليم كردستان السيد مسعود البرزاني ولحكومة وشعب كردستان. كل يوم نلتقي فيه وتتكاتف جهودنا وتتصافح فيه أكفنا، ونفكر معاً نقترب من عودتنا إلى نينوى. وهذا اليوم حلقة مهمة من حلقات ترتيبات النصر الناجز بإذن الله، حيث بدأت تتشكل الصورة النهائية لمشروع تحرير نينوى، ويتجلى هذا الموقف التاريخي بانضمام كل أهلها إلى جحافل المحررين، بعد أن من الله علينا بتحرير مناطق واسعة حولها
واقتربنا من الحسم الكامل لإعلان محافظة نينوى محررة بسواعد أهلها الأبطال وبتعاونهم المخلص مع إخوانهم من الجيش العراقي والبيشمركة والأجهزة الأمنية البطلة التي قهرت داعش وكسرت إرادتها وأثبتت للعالم إن جموع أهالي نينوى من المحامين والحقوقيين والمعلمين والأطباء والمهندسين والطلبة والشباب والفلاحين والعمال قادرين على خوض معترك الحرب كما يصنعون الحياة. حين يناديهم الواجب وتدعوهم صيحة الحرائر ويتطلبهم الموقف، إن إخواني إن عملية التحرير تتطلب جهداً تحشيدياً يتجاوز كل الكم العددي إلى النوع الاحترافي والسلاح الفتاك إلى الفكرة العميقة والإعلام والترويج المجرد إلى التوعية والتثقيف الهادف، وهي في ذات الوقت إيمان بضرورة عودة الحق المسلوب أكثر منها بمشاعر برغبة بالقتال وحمل السلاح. فالحرب التي نخوضها حرب وجود وليس لدينا خيار آخر، فهي وسيلة إلى غاية الاستقرار وعودة أهل نينوى. وبصدق فيها إنها حرب من أجل السلام، من أجل التأخي والمحبة، وهي شرف ليس لأحد حق أن يسلبه من أحد، فالكل شركاء في واجب التكليف كما هم شركاء في امتياز الفخر والنصر. إخواني وأعمامي الكرام، إن هجرة العذاب والألم التي عاشها أهل نينوى كإخوانهم من سكان المناطق المحتلة قبل ما يزيد على سنتين ونصف أو أكثر لا يوازيها إلا عذاب أهلنا المختطفين في داخل نينوى، وهم يلاقون من هذا التنظيم المجرم كل أنواع التنكيل والأذى والإعدامات الجماعية التي تطال أبناء نينوى كل يوم، لا لشيء إلا لأنهم يرفضون الضيم والذل الذي يواجهونه من هذه الطومة الباغية التي هتكت كل أسوار العقول في الإجرام. وذاقت أهلنا في سجنهم الكبير أصناف الأذى والعذاب، الأمر الذي يدعون للعمل المتواصل والجاد والمخلص والتضامني للإسراع في فك أسرى نينوى من أيدي الظالمين. وفي هذا الظرف مطلوب منا جميعاً تهيئة كل احتياجات المعركة، وعلى رأسها تسليح مقاتلي العشائر ودعم قوات البيشمركة التي تقف مع أبناء نينوى في عملية التحرير، كي تكون هذه القوات كاملة العدة بعد اكتمال العدد لخوض المعركة. كما أن الاحتياجات اللوجستية للمتطلبات المرحلة تفرض علينا دعم المحافظة بإطلاق كامل موازنتها لاستيعاب الاحتياجات الضرورية لدوائر المحافظة العاملة والتي تقف خلف المقاتلين لرعاية شؤون مواطني نينوى في المجالات المدنية والخدمية وتخفيف ظروف النازحين من أهلها، والتي تزايدت احتياجاتهم مع طول فترة النزوح مع ما تحملته حكومة كردستان مشكورة من أعباء أثناء استضافتهم، بالخصوص محافظة أربيل ودهوك اللتين كان عليهما الثقل الأكبر في رعاية ودعم نازحي نينوى وتلبية احتياجاتهم واقتسام اللقمة معهم في موقف تاريخي لا يمكن وصفه إلا بأنه يليق بكردستان قيادة وحكومة وشعبا. إخوتي الأكارم، إن تعاضد قوات الجيش وأبناء العشائر والبيشمركة الأبطال وتضامنهم في العمليات التي تجري في المناطق التي يجري فيها القتال حالياً يدل دلالة واضحة على أننا مقبلون على نصر عظيم بعون الله تعالى، يصنعه الانسجام والتعاون والإخلاص، ويسنده الدعم الكبير من قبل التحالف الدولي، ويقف معضداً له الجهد الإنساني الكبير للمنظمات الدولية، وكل ذلك بالتعاون والتنسيق والإدارة من الحكومة المركزية والقيادة العامة للقوات المسلحة
والتفاهم اللامحدود بين كل الفعاليات الأمنية والعسكرية. إخوتي وأحمامي المشايخ الكرام، يعلم الله حجم اهتمامنا وحرصنا على إنجاز تحرير نينوى وهو في القلب، وكل ذلك نابع من معرفتنا بأهمية هذه المدينة العريقة وكرم أهلها وأصالتهم ومكونات أهلها الكرام من كل الطوائف والأعراق والمكونات، وما واجهوه على يد تنظيم داعش الإرهابي المجرم، وما تعرضت له المدينة من تخريب لبنائها وثقافتها وتاريخها وتراثها وآثارها، وما حصل من سبي مخجل للنساء ومجازر جماعية يندى لها جبين التاريخ والإنسانية، وما تحتوي هذه المدينة من ثروة كبيرة وموقع مهم للعراق والمنطقة، كل ذلك يدعونا للمزيد من الجهد لإنجاز مهمة التحرير والتفكير جدياً بمرحلة ما بعد داعش لدعم الاستقرار والتعايش والتنوع والسعي لإعادة إعمار نينوى على نحو أفضل مما كانت عليه، وكل ذلك لا يمكن حسمه ما لم تتضافر جهود الحكومة المحلية ومجلس المحافظة والحكومة المركزية والمنظمات المجتمع المدني ودعم المجتمع الدولي لإنجاز الاستقرار ودعم حملة الإعمار، كما وإننا بحاجة إلى جهد عشائرنا الكريمة في تحقيق السلم الأهلي عبر المصالحة المجتمعية وتشكيل اللجان الميدانية مع رجال الدين لمحاصرة كل أنواع الخلافات وتغليب روح التسامح والدفع باتجاه تحكيم القضاء في النزاعات ومحاصرة حالات الثأر بالظن والعقوبة الجماعية وإشاعة منهج لا تزر وازرة وزر أخرى، والعمل على رص الصفوف ولتجاوز المرحلة العصيبة وسحب فتيل ردات الفعل العشوائية والغير منضبطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنسان رائع بمعنى الكلمة، حدد فكره الجميل لتدوين مستقبل أجمل أبهى، مستقبل زاهر للعراق، يعمل ليل نهار روحاً وجسداً من أجل خلق حياة أفضل وأسمى في ظل أتعس ظروف يعيشها العراقيون قاطبةً، يعيشها العراقيون تحت أجندات طائفية توشك أن تودي بأعرق حضارات الأرض تاريخ العراق الأصيل وتاريخ نينوى الأصيل أيضاً. إنه الأمين العام للمشروع العربي الأستاذ خميس الخنجر، كلمة بهذه المناسبة يلقيها نيابة عنه نائبه ابن العراق البر الدكتور ناجح الميزان، فليتفضل. السلام عليكم أيها الحضور ورحمة الله وبركاته، ونحن على باب تحرير نينوى، وإن شاء الله يكون تحرير مو تدمير، كأخواتها صلاح الدين وديالة والأنبار. ومرينا بتجربة نتمنى من الله أن لا تكون هذه التجربة تكرر في نينوى. ما يسمى بميليشيات الحشد الشعبي وداعش نقولها، وعملياً أثبتوا جميعاً داعش والميليشيات أثبتوا بأنهم مجهال لعملة واحدة، التخريب، القتل، الخطف، الاعتقال، القتل خارج القانون، كل هذا يجري في المناطق
التي دخلتها داعش والتي دخلتها ميليشيات الحشد الشعبي. أعود وأقول أبلغكم تحيات الشيخ خميس الخنجر، ويبارك لكم مؤتمركم هذا، وهو داعم لكم في كل ما تقررونه، وما يصدر بيان عن هذا المؤتمر إن شاء الله يبلغكم تحياته إلى الجميع، إلى المشايخ، إلى الكفاءات، إلى جميع من حضر وجميع من هو خارج القاعة. بهذه المناسبة طبعاً نينوى هي الوحيدة التي استبقت ما يسمى بالتحرير وأعطت رأيها ابتداءً قبل أن يجري الذي جرى في ديالة وفي صلاح الدين وفي الأنبار. وهذه شأن محافظة نينوى، هي السباقة، هي في الفكر، هي في استشراف المستقبل، هي في الخوف من التجارب المؤذية لمحافظتهم، وهذا هو شأن أبناء نينوى. أعتقد نينوى هي أقل الخلافات بين مشايخهم، وهي أقل الخلافات بين دوائرها، بين مؤسساتها، بين مكوناتها المجتمعية. لم نسمع يوماً حرباً جرت بين مكون ومكون أو مذهب ومذهب، لكن ما جاءت به داعش والسيناريو الذي جرى على نينوى وامتد إلى حدود بغداد، إلى شمال بغداد وإلى أنبار وإلى ديالة، هذا كله معروف بفعل فاعل، وهو مطلوب أن نصل إلى هذه الدرجة، أن نكون نازحين، أن نكون مأسورين عن داعش، وأن نكون من يسمونها محررة اليوم. آلاف المعتقلين الأبرياء الذين في صلاح الدين والأنبار ظنوا أنفسهم بأنهم أبرياء، كيف؟ باعتبار أنهم لم يلقوا التحية يوماً على أحد من داعش، هذا عتشيركم في صلاح الدين في ديالة في الأنبار، باعتبار أنه هو غير ليس له علاقة بداعش، وهو ضد داعش وضد منهج داعش، ولم يتعاون معه. عندما جاءت الميليشيات جلس في بيته على اعتبار أنه هاي قوات محررة. الذي اعتقل والذي اغتيل والذي غيب هم فقط هؤلاء. لم تحدث معركة ما بين داعش والميليشيات إطلاقاً. معركة أكو مناوشات، أكو كذب، أكو مدري إيش، لكن معركة حقيقية، وبدليل من يكبر من هناك شباب، لكن أريد أستعيد ثاقرة الحرب العراقية الإيرانية، كانت كاميرا واحدة مال تلفزيون الجمهورية العراقية طلع لنا آلاف القتلى، لكن يعني إيش معنى هسع كل مواطن عنده كاميرتين وعنده تليفونين، ما يكون يطلعون قتلى من داعش؟ وين راحوا داعش؟ تبخروا داعش؟ لكن هي ما حدث في الفلوجة، فتح الطريق في آخر يوم وهروب 600 سيارة محملة بداعش وتستلمها كتائب حزب الله وتذهب إلى الرزازة وإلى كربلاء. هذه المسرحيات الغرض منها اضطهادنا، الغرض منها اغتيالنا، الغرض منها أركاع الشعب العراقي لأجندات خارجية، أركاع الشعب العراقي وإذلاله، وحاشاكم أن تذلون. هذه الأمور تجري على كثير من الشعوب، لكن إن شاء الله سنعبر هذه الأزمة وبهمة وبتكاتف، وأن نكون واعين لما جرى وما يجري حولنا. اليوم ليس لنا إلا بعضنا، ليس لنا إلا العراقيين الشرفاء الذين لم يعملوا تحت أجندات خارجية، الذين لم يطبقوا لا نظرية دينية ولا مذهبية ولا أي شيء آخر. اليوم العراقيين مضطهدين في كل مكان، لكن في نينوى اليوم أعتقد نريد أن طالما وقع عليهم نصف الظلم، النصف الآخر وهو الميليشيات، لا نريد أن يصلوا إلى يد الميليشيات، لأن يد الميليشيات كافرة مثل ما يد داعش كافرة ويد الميليشيات ظالمة، وهؤلاء قساة. مستورد هذا الحقد من خارج العراق، لم نعي يوماً أن العراقيين يمتلكون هذا الحقد، وبالتالي كل من جاءنا من خارج العراق هو حاقد على العراقيين. أعتقد اليوم إن شاء الله هي البداية، وإن شاء الله أن تنهزم داعش وأن تقتل داعش، وأن لا يدخل عليكم ميليشيات مقادة من خارج العراق. أشكركم جميعاً، السلام عليكم. إخوتي وأخواتي، وخصوصاً شيوخنا الأعزاء الأفاضل، حتى لا نحتكم إلى شريعة الغاب، حتى لا ننسى إنسانيتنا والأمانة التي أودعها الله في أجسادنا وهي روحه، علينا أن نميز في العدل
بين سبق الإصرار والترصد في ارتكاب الجرائم، وبين من غرر بهم وغسلت أدمغتهم، ومن انسدت أمامهم أبواب العيش الكريم، ومن همش وأقصي ولوحق من قبل أن يجثو داعش على صدر نينوى. يتفضل الشيخ عهد الخالدي لتقديم رسالة أهالي نينوى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدايةً أشكر الرئيس مسعود البرزاني على ما قدمه لأهالي نينوى وباقي المحافظات المنكوبة من رعايةٍ واهتمام وإيواء، والشكر موصول لحكومة وشعب كردستان العظيم. أنا لا أريد أن أتطرق إلى الماضي بقدر ما أنظر إلى المستقبل، لعلي أقدم لأهلي في نينوى ما ينقذهم مما هم فيه وما سيحدث لهم في المستقبل إذا كان التحرير كما حدث في صلاح الدين والأنبار وديالى. هنا أنا بصدد أن أنقل رسالة أهالي نينوى وعشائرها للشيخ خميس الخنجر الأمين العام للمشروع العربي في العراق، وهذه الرسالة تتلخص بالشكل التالي: أولاً، تقديم إغاثة لأهالي نينوى كما وقف لأهلنا في الأنبار بكل ما تحمل كلمة إغاثة من معنى. ثانياً، إن أهالي نينوى بأمس الحاجة إلى الأدوية والعلاجات وإنشاء المستشفيات العاجلة، لأن نينوى لم يترك لها ما يشفي أمراض أهلها. ثالثاً، أن يكون العلم والتعليم ليس غائباً عنه لأبناء نينوى، وكما عرفناه وعهدناه هو راعي العلم والعلماء. رابعاً، أن يكون لطلبة الدراسات العليا لأبناء نينوى حصةً في بعثات المشروع العربي في العراق إلى دول العالم. خامساً، نقول للشيخ خميس الخنجر إن نينوى وأهلها ينظرون إليكم نظرة المعيل والسند، فكن لها كما تريد، وهذا ما عهدناه منكم. تبقى نينوى شامخة بعزة أهلها ورجالاتها وعشائرها الأقوياء، وسيعود العراق كما كان في سابق عهده. يبقى العراق ويبقى البيت والسبب، تبقى المضايف علياء بها الطنب، يبقى العراق قويا تجد باسمه العرب، أقوى من الموت منه الموت يرتعب. شكرا جزيلكم حضورنا الكرام. الشكر موصول للشيخ خميس الخنجر على ما قدمه لأهل نينوى في حملة نينوى في قلوبنا كما أطلقناها في وقت سابق، ولكننا ننتظر المزيد منه. وشكرنا موصول لنائب الشيخ خميس الخنجر الدكتور ناجح الميزان على ما قدمه من سعة صدر ومساعدات إنسانية لأهلنا من أهالي محافظة نينوى، ولا سيما وإننا لا ننسى أن نشكر راعي السلام سفير السلام الأستاذ عصمت رجب مسؤول الفرع 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني على تلبيته دعوتنا لهذا المؤتمر ووقوفه مع أهل نينوى. إن نينوى تنتظر الشيخ خميس الخنجر أن ينظر لها كما نظر للأنبار، وهذا ما عهدناه منهم، وإن شاء الله المستقبل العاجل القريب سيشهد إجابة من الشيخ خميس الخنجر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للشيخ عهد الخالدي على هذه الكلمة. الموصل تنادي وبلهجتها الجميلة ويصبغ أحبابي.
نقول لك يا غاليتنا قادمون، قريبا جدا قادمون، مهما طال الزمن ومهما طال ليل الحزن بشروق جديد آتون. قادمون إلى تلك الأزقة والأسواق الأسطورية بشغف العاشق الولهان عائدون. فصبرا حبيبتنا سيدتنا لتحريرك من سجن الجهل لا محالة بإذن الله آتون. أيها الحضور الكريم، شكرا لرئيس إقليم كردستان فخامة الرئيس مسعود بارزاني على هذا التسامح، هذا التعايش الأخوي الذي يلمسه أو يلمسه القاسي والداني في إقليم الحب والخير، ولكل شعب كردستان، كردستان العراق الطيب الأصيل. الآن جاء دور البيان الختامي، يقرأه الأستاذ مؤيد سالم الشحيشي، فليتفضل ومعه الشيوخ والسادة الأفاضل. سيدة عصمت، سيدة عصمت، سيدة عصمت، بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن مجلس عشائر العراق الموحد. مرة أخرى يرتكب النظام السياسي في العراق حماقة جديدة تكشف عن تبعيته وتفريطه بالمصالح الوطنية العليا وتنكره للدول التي أمنت روع أبنائه واحتضنتهم وأحسنت وفادتهم يوم كانت تمنعهم الحكومة من دخول بغداد وتقطع عليهم السبل كما حدث في واقعة جسر بزيرس المخزية. وفي ضوء ذلك نعلن نحن شيوخ ووجهاء العراق استنكارنا للقرار سيء الصيت الذي صدر عن البرلمان المهيمن عليه طائفيا، كما وقرارات حكومة العبادي تجاه البلد المسلم والجار الشقيق تركيا وشعبها وقيادتها التي قدمت للعراقيين بأجمعهم كل أنواع المساعدات العسكرية والإنسانية والتعليمية وغيرها، فيما كانت دول أخرى ترسل للعراق المفخخات وتزرع الميليشيات، ميليشيات الموت. وقفت تركيا وما تزال تقف إلى جانب الشعب العراقي ضد الإرهاب وتدافع عن أمن وطننا وسيادته. لقد كان الأحرى بحكومة العبادي أن تقدم الشكر لتركيا وتثمن موقفها في تدريب المتطوعين من أهالي نينوى في معركتهم المقبلة ضد إرهاب داعش، لكنهم كالعادة تصرفوا بحماقة لا يحسدون عليها. إن حكومة بغداد وبرلمانها لم يستفزهما رقص قاسم سليماني
وميليشياته الإجرامية في صلاح الدين وديالى والفلوجة وبغداد وكركوك على أشلاء العراقيين، ولم يستفزها تدخل الدول في أدق شؤون العراق، وإنما راحوا يعادون الموقف التركي النبيل، وما ذلك إلا انعكاساً لأجندات فئوية مريضة ومرفوضة، بدليل الرعاية الكبيرة التي تقدمها حكومة العبادي وميليشياته للمنظمات الإرهابية التي تهدد أمن العراق. وأمن تركيا كحزب العمال الكردستاني وتواجدهم المدعوم على حدود العراق التركية، على حدود العراقية التركية. إننا ونيابة عن جماهيرنا نؤكد أولاً رفضنا للمواقف الاستفزازية التي تتخذها الحكومة والبرلمان العراقي ضد الجارة تركيا، ونطالبهما بإبعاد ميليشيات الحشد الشعبي عن مناطق الأغلبية السنية وإيقاف نشاط المنظمات الإرهابية داخل الأراضي العراقية، كما ونعلن ترحيبنا بالمساعدات التي تقدمها الحكومة التركية في مجالي التدريب والتسليح والدعم لمواجهة الإرهاب وتحرير مدننا منه. ثانياً، إن عشائر نينوى يدينون التصريحات والتهديدات الطائفية والانتقامية التي تصدر عن زعماء الميليشيات الطائفية، ونضعها في خانة إعلان حرب وتهديد بالقتل والإبادة لأهالي نينوى الأبرياء الأسرى لدى داعش. ثالثاً، إن عشائر نينوى وأهلها يطالبون الشيخ خميس الخنجر الأمين العام للمشروع العربي في العراق وبقوة بالاستعداد لإغاثة أهالي نينوى الذين سينزحون مع انطلاق العمليات العسكرية أسوة بما فعله في الأنبار، لأن الإرهاب والحصار المفروض عليهم قد أنهكهم، وعليه أصبح واجباً على الوطنيين الوقوف معهم في محنتهم هذه. رابعاً، إن أهالي نينوى يحيون رئيس إقليم كردستان السيد مسعود البرزاني على موقفه النبيل تجاه النازحين وأهالي نينوى منذ احتلال الموصل من قبل داعش. في نفس الوقت تحيي عشائرنا قوات البيشمركة الأبطال على الشجاعة الفائقة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وأن تكون مساندة للقوات الدولية في تحرير نينوى العزيزة. خامساً، يدعو مجلس عشائر نينوى الشيخ خميس الخنجر لما له من مكانة عربية ودولية إلى تدويل قضية نينوى أثناء التحرير وبعده من أجل حماية السكان من أي اعتداءات محتملة من قبل الميليشيات الطائفية أو أي عمليات انتقام تم التصريح بها من قبل الميليشيات الطائفية. سادساً، ندعو المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود للمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار محافظة نينوى بعد تحريرها في كافة المجالات، وأن توضع الأموال المخصصة لذلك بأيادي نزيهة للمحافظة عليها من التسرب إلى جيوب الفاسدين. وشكراً. مجلس عشائر العراق الموحد محافظة نينوى.